السلام عليكم، معك انور ستيتو، مسير شركة كراء سيارات هنا في طنجة. الحمد لله، يعني السيارات الحمد لله بدينا كنجبروا وحده مر وحده، الحمد لله تيدي كيف الشر بالخير. نتمنى نكونوا مع الاخوان الاخرين والسيارات اخرين ان شاء الله. الحمد لله الصديق ديالنا كان جايز جبر ماتريكولا، الحمد لله عندنا مجموعه مع بعضياتنا كنخبروا بعضياتنا، خبر قالنا واحد الطوموبيله هذه في حاله، شفنا ماتريكولا تاكدنا مع السيد مولاها، فعلا كانت هي الحمد لله السيد بوبريرا في واحد الحاله، البوبري يرتا لها، تأدى في جوج طوموبيلات، وحده تجبرت البارح، هذه الثانيه ديالو. يعني هذا عنده مدروس، ماشي شي واحد، ماشي اللي كيعبث، ماشي كي ماشي هيدو كيسرق الطوموبيل، عنده داك الشيء مضبوط، لان كيجي كيخلص الطوموبيله بالثمن ديالها ما كيتشطرش، ما كي الضمانه اللي طلب الاخوان ديالنا اللي طلبوا له راه كينزلها لهم. وهذا الشيء هذا اللي ماشي خصو يتحاكم هو، ويتحاكموا هاد الناس اللي كتشري من عنده. هاد الشبكه هادي خصها من الاول حتى للاخر ديالو، والا ما اذا تشبر متهم بوحديته ويخرج يبقاو بعادين، راه بحال ما عملنا والو، خصو يتشبر اللي كيبيع واللي كيشري. وكنشكروا السلطات حتى هما الحمد لله واقفين معنا بالواجب ديالهم لا بالليل لا بالنهار. كنتمنوا المتهم يدي اقصى العقوبات باش يكون عبره لاخرين، لان الشهاده ديالهم عطى الريحه ديالو بزاف، تادينا بزاف لا حنايا لا الاشخاص عاديين في السيارات ديالهم، لان دي مافيا كبيره كتادينا لا العائله ديالنا لا الخدمه ديالنا لا الزبناء ديالنا كل شيء. كنتمنوا باش تبقى السمعه ديالنا مزيانه والسمعه المغرب ديالنا ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.